إذا مشاهدينا كما نتابع هذه اللقطات الحية التي تردنا من أسبانيا ومشاركة ملك أسبانيا ملك فيليبي السادس في مراسم تأبين ضحايا حادثة دهسة الإرهابية. هذا وقد أدانت مصر بأشد العبارات حادث دهسة الذي وقع في مدينة برشلونة الأسبانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف مصر حكومة وشعبا مع إسبانيا في مواجهة الإرهاب البغيض، مشددة على أن تلك الهجمات الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب على اكتثاث جذور الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن بالعالم. وطالبت الخارجية جميع الدول بتكثيف جهودها واتخاذ خطوات جادة وفورية للقضاء التام على الإرهاب. إذن كما نتابع مشاهدين هذه اللقطات الحية من مراسم تأبين ضحايا الحادثة الإرهابية التي وقعت أمس شهدتها العاصمة الإسبانية. وأيضا يعني كان هناك تعليق من ملك إسبانيا ملك فيليبي السادس، حيث قال لن يرهبون إسبانيا كلها هي برشلونة. نددت أيضا ندد القصر الملكي الإسباني وأيضا رئيس الوزراء ماريانو راخوي باعتداء برشلونة الذي خلف 13 قتيلا في الأقل بعدما استهدف إحدى الساحات المكتظة بالسياح في مدينة برشلونة، هي المدينة الواقعة في شمال شرقي إسبانيا. ينضم إلينا عبر الهاتف سيد سعيد اللاودي خبير الشؤون الدولية بالأهرام. سيد سعيد بعد التحية، يعني إسبانيا لم تكن هدفا للجماعات الإرهابية مقارنة بلندن بروكسل وباريس. السؤال هنا، ما الذي وضع إسبانيا على بورصة اهتمام الجماعات الإرهابية؟ الجماعات الإرهابية تستهدف بشكل عام أوروبا كلها بغض النظر عن إسبانيا أو إنجلترا أو حتى فرنسا. بشكل عام المرحلة الأخيرة أصبحت مرعبة، وأن السياح في كل بلاد الدنيا أصبحوا مستهدفين بشكل أو بآخر، ناهيك عما يحدث في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية. أعتقد بشكل عام أن الإرهاب لا وطن له، وكان الرئيس السيسي أكد أن الإرهاب لا وطن له ولا دين ولا عنوان، وهو آفة عالمية، ومن ثم يجب أن تكون مكافحة مكافحة عالمية. بعد حادث الدهسة التي حدثت في فرنسا مرتين، مرة في نيس وأخرى في باريس نفسها العاصمة، هي أن حدث مؤخرا حادث الدهسة في برشلونة، وبالتالي أصبحت إسبانيا على خريطة الإرهاب بشكل عام. وأعتقد أن هذا يقتضي الاتحاد الأوروبي كله أن يكون هناك موقف واحد إدانة الإرهاب وداعش التي أعطى مسؤوليتها لها صلة أكيدة بجماعة الإخوان الإرهابية. أعتقد أنهم يفكرون عمليا في أن تكون جماعة الإرهاب يصدرون قرارا في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي باعتبار أنها جماعة إرهابية. وأعتقد أن هذا يعني قاب قوسين أو أدنى نظرا للأحداث الإرهابية التي تحدث في دول كثيرة جدا مثل فرنسا. نذكر جيدا ما حدث من حال الدهس في مصر في نيس، وحدث الدهس في باريس، وحدث يعني إرهابي في السد فرانس. أعتقد بشكل عام فرنسا التي يوجد بها حوالي 5 ملايين عربي مسلم، أعتقد أنها أصبحت وراء القضبان. وأوروبا وأيضا يعني لندن وحتى ألمانيا كمان عانت من العديد من العمليات الإرهابية. يعني نقطة مهمة ذكرتها دكتور سعيد، فيما له صلة بتضافر الجهود الدولية. هذا هو محور سؤالي التالي، كيف يمكن تحويل عبارات الإدانات والشجب والندب إلى تضافر للجهود الدولية لاتخاذ إجراءات من شأنها وقف مصادر تمويل الإرهاب وتكثيف منابعه أيضا، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الدول التي توفر ملاذات آمنة للإرهاب؟ يعني هذا ما أكدته مصر رسميا عندما قالت الإرهابي ليس من يقتل فقط، ولكن من يوفر ومن يدبر الأموال ويعطيها، ومن يقوم بالتدريب ثم من يوفر. يعني هذا ما أكدته مصر دكتور سعيد، إلا أنه على الطرف الآخر لم يلقى هذا الصدى الذي كانت تتوقعه مصر في حربها ضد الإرهاب.
هو في بالفعل هذا عندك كل الحق. أوروبا حتى الآن متقاعسة تماما في اتخاذ موقف موحد، رغم أن هناك في الاتحاد الأوروبي يقولون أي قرار داخلي في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يطبق بشكل أو بآخر في الدول الأخرى. أيًا كان الأمر أعتقد أنهم في حالة تردد من اعتبار الإرهاب آفة عالمية، ومن ثم يجب أن تكون مكافأة عالمية. نعم دكتور سعيد اللواندي خبير الشؤون الدولية بالأهرام، نشكر لك كل هذه التفاصيل.